السلام عليكم، معاكم محمد عدي النخلي. اليوم حنشرح كيف نطلع الفليكونسي. السؤال هو يبغانا نطلع الفليكونسي. طيب هو هنا لو تلاحظوا معطينا 10 ملي سكند، هذه اللي هي التي. طيب معطينا اللي هو التي بكم؟ بعشرة ملي سكند. طيب الفليكونسي كيف نطلعها؟ في القانون ينص انه 1 على تي، اللي هو يصير يساوي 1/10 ضرب اللي هو 10 أس ماينس 3. ليش أس ماينس 3؟ لأنه هادي بالملي، فهنا حيطلع لنا كم؟ اللي هو 100 هرتز. طيب لن نجي نطبقها في الحاسبة، اللي هو 1/10 ضرب 10 أس ماينس 3 حيطلع لنا ملي.